أهلا بيكم، معاكم دكتورة هبة زكريا أبو حشيش، مدرس الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلي كلية البنات جامعة عين شمس، ودي محاضرة في مادة آلات تصنيع الملابس. المحاضرة بعنوان Sewing Machine، وهنتكلم في المحاضرة دي عن تعريف مكنة الخياطة والأجزاء الأساسية في المكنة ووظيفة كل جزء. هنبدأ بتعريف إيه هي مكنة الخياطة. هي أي جهاز ميكانيكي أو كهروميكانيكي بيستخدم لخياطة القماش أو أي خامات أخرى زي الجلد مثلا، وهي عادة بتستخدم خيطين، واحد علوي والتاني سفلي، علشان يكون غرزة محكمة، بيطلق على الغرزة دي اسم اللوك ستيتش. Sewing Machine Main Parts، وهنتكلم هنا عن الأجزاء الأساسية في مكنة الخياطة مع شرح شكل ومكان ووظيفة كل جزء. الهيد، وهي بتعني جسم ماكينة الخياطة. البيت هو الجزء المسطح لماكينة الخياطة اللي هو بيكون موجود أسفل الماكينة، وساعات بيكون هنا في المنطقة دي بيكون في بعض الماكينات ذراع. الذراع ده بيبقى على شكل حرف U، وبيستخدم للوصول للمناطق اللي صعب الوصول ليها أثناء عملية الخياطة، زي لما نيجي نخيط مثلا خط الكتف أو الأكمام. الهاند ويل، وهي عجلة التحكم، هي موجودة على الجانب الأيمن من مكنة الخياطة، بيتم تشغيلها بواسطة الموتور، وبرضو ممكن تدويرها يدويا عشان أضبط ارتفاع الإبرة. بيكون موجود في منتصف الهاند ويل بيكون موجود حاجة اسمها كلاتش أو ثامب سكرو، ووظيفته إن هو بيستخدم في توقيف حركة الإبرة. يعني الآلية دي بستخدمها لما بكون عايزة أملى مثلا خيط المكوك، فأنا مش محتاجة إن الإبرة تفضل تتحرك، فبفصلها عن طريق الكلاتش أو الثامب سكرو ده. طب بعملها إزاي؟ طبعا هو شكل الهاند ويل بتختلف من مكنة للتانية، لكن ممكن ندي مثال بالشكل ده. ساعات الثامب سكرو أو الكلاتش ده بتكون موجودة مدورة، وعلشان أنا أوقف حركة الإبرة ببتدي أدورها في عكس اتجاه عقارب الساعة، فبالتالي بتوقف لي حركة عمود الإبرة. في النوع ده من الهاند ويلز، والكلاتش بيبقى شكله بالمنظر ده، وبقوم بالضغط في النقطة دي زي الصورة هنا، فبالتالي بيوقف لي حركة الإبرة لما بكون مش محتاجة إن الإبرة تتحرك في الوضع ده. عندي بعد كده السبول بين، وهي العمود اللي بيبقى موجود في أعلى المكنة واللي بيتركب عليه أو بيتثبت عليه بكرة الخياطة. البوبن اللي هو المكوك، واللي هو بيحمل الخيط السفلي اللي بيكون الغرزة بتاعت المكنة، وبيكون ليه مكان بيبقى موجود أو بيتحط فيه، وهو البوبن كيس. والبوبن كيس ممكن تكون منفصلة كده أو ممكن تكون ثابتة في بعض أنواع الماكينات في جسم المكنة. البوبن كيس بتوفر قوة شد مناسبة لخيط المكوك علشان الغرزة تكون مظبوطة. البوبن وايندر، وهو الديفايس اللي بيبقى موجود في مكنة الخياطة علشان املى بيه خيط المكوك، بيكون في مكنات التصنيع على يمين المكنة تحت الهاند ويل، وفي مكنات الخياطة المنزلية بيكون موجود جنب السبول او اللي هو العمود بتاع البقرة، بيكون موجود عمود صغير قدامه بيتثبت فيه البوبن، وبعدين يتضغط عليها ناحية اليمين، ومع ضغطة الدواس بيبتدي المكوك ده يتملي. ثريد تيك اب ليفر، ده من الأجزاء اللي بيمر فيها الخيط بتاع البقرة علشان يتلضم داخل المكنة، وبيكون عبارة عن لسان. اللسان ده بيتحرك لفوق وتحت مع حركة الإبرة، وبيكون فيه فتحة عشان يدخل منها خيط البقرة. البريسر فوت او الدواس، وهو بستخدمه علشان اثبت القماش اللي انا بخيطه على المكنة علشان ما ينزلقش، وبيكون ليه كذا شكل لان هو بيبقى له اكتر من وظيفة. عندي بعد كده البريسر فوت ليفتر، او هو اللسان اللي انا بستخدمه علشان ارفع الدواس لفوق لما اكون هحط قماش على المكنة، وانزلها لتحت علشان ينزل الدواس لتحت فيثبت لي القماش اللي انا هخيطه على المكنة. في بعض الماكينات بيكون الليفتر ده بيكون موجود هنا جنب الذراع بتاع الدواس، وفي ماكينات تانية بيكون موجود ورا. وفي ماكينات التصنيع بيسمى ني كنترول ليفر، لانه اللي بيتحكم في حركته هو حركة ركبتي. لما انا اضغط عليه بركبتي اليمين ناحية اليمين بيرفع لي الدواس. البريسر بار، والمقصود بيه هو العمود اللي متثبت عليه البريسر فوت.
النيدل وهي الإبر اللي بتستخدم في مكنة الخياطة. النيدل بار هو الذراع أو العمود المعدني اللي بيبقى متثبت فيه الإبرة، والذراع ده بيكون فيه ثامب سكرو أو بيكون فيه زي مسمار أو كلامب علشان يضمن لي إن الإبرة متثبتة في مكانها. الذراع ده كمان وظيفته هو إنه بيطلع وبينزل، بيتحرك مع حركة المكنة، فبيسبب إن الإبرة برضو تطلع وتنزل، فبيساعدها إنها تعمل الغرزة بتاعة الخياطة. النيدل بليت او الثرود بليت، وهو الغطاء اللي بيبقى موجود تحت الدواس بتاع المكنه، والغطاء ده بيكون فيه فتحات، الفتحات الطوليه دي بتبقى فتحات مشط الدواس، المشط اللي بيبقى موجود تحت المكنه، وبيبقى فيه فتحه ضيقه في النص، الفتحه دي ممكن تبقى صغيره كده وممكن تبقى عريضه، والفتحه دي اللي بتدخل فيها الابره بتنزل وتطلع منها. ولما بكون بستخدم ده في حالة الغرزة العادية بتكون نقطة مدورة كده، في حالة ان انا مثلا بعمل زجزاج، بخيط بغرزة زجزاج، الفتحة دي بتبقى بيضاوية، بتبقى بالعرض علشان الإبرة تتحرك في رايح وجاي في داخل الفتحة دي. قدام النيدل بليت او الثرود بليت بيكون في غطا تاني مستطيل او مربع، الغطا ده ريموفابل اقدر اشيله علشان يفتح لي تحت مكان البوبين كيس والبوبين، فاقدر ان انا يعني اعمل اي حاجه هنا، سواء ان انا اغير البوبين او ان انا اتحكم في شد الخيط المكوك، او حتى ان انا انظف وازيت المنطقه دي من غير ما احتاج ان انا اشيل ارفع المكنه واعمل الكلام ده من تحت. يعني عندي بعد كده الفيس بليت، وهو الغطاء بتاع الجزء العلوي من المكنه اللي هو بيبقى مغطي العمود بتاع الابره وعمود الدواس. بستخدم الفيس بليت ده ان انا بفتحه وابدا انظف المنطقه دي من وقت للتاني وازيتها او احط لها شحم على حسب المكنه بتاعتي. الفيد دوج او مشط التغذيه، وهو بيبقى عباره عن مشط معدني مسنن في سنون زي ما انتم شايفين، وبيكون تحت الدواس بيطالع من فتحات الثروت بليت زي ما احنا شرحنا. السنون دي بتفضل تتحرك بانتظام علشان تحرك القماش للخلف في اثناء عمليه الخياطه. الفيد دروب هو الزرار المسؤول عن تسقيط المشط بتاع الدواس ده، المشط ده ممكن اسقطه لتحت فما يوصلش للقماش فما يحركوش. طب امتى انا بحتاج اعمل كده؟ ممكن اعمل كده في ماكينات الخياطة المنزلية لما بكون عايزة اركب مثلا زرار، فانا مش محتاجة ان القطعة اللي انا بركب عليها الزرار دي تتحرك، فبنزل المشط فبأوقف عمله وابتدي اركب الزرار بسهولة. الثريد جايد هو الجزء المسؤول عن حمل خيط البكرة في مساره داخل المكنة، زي ما انتم شايفين هنا البكرة طالع منها الخيط داخل في الثريد جايد، بعد ما بيمشي من الثريد جايد بينزل على المنطقة دي، المنطقة دي اللي بتسمى الأبر تنشن، المنطقة دي اللي بتتحكم في قوة الشد الواقع على خيط البكرة قبل ما توصل للإبرة. هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن تو ديسكس محطوطين في ظهر بعض، ومتحكم في البعد ما بينهم مسمار، لو المسمار ده لفيناه في اتجاه عقارب الساعة المسافة ما بين التو ديسكس دي بتدي، فبالتالي بتزود الشد على الخيط، ولو عملنا بالعكس ان احنا لفينا المسمار ده في عكس عقارب الساعة فالمسافة ما بين التو ديسكس دي بتكون اوسع، فبالتالي قوة الشد الواقع على الخيط البكرة بتقل. اللور تنشن والمقصود بيها قوة الشد اللي بتكون موجودة على خيط المكوك، ايه اللي بيتحكم فيها؟ اللي بيتحكم فيها هو بيت المكوك او البوبين كيس، عن طريق مسمار بيكون موجود في جنب البوبين كيس، بقدر عن طريقه سواء بربطه او بفكه شوية ان انا اتحكم في قوة الشد الواقع على الخيط بتاع المكوك. طب ازاي انا اعرف انه قوة الشد دي مناسبة؟ بعمل اختبار بسيط زي اللي في الفيديو ده، هو اني بامسك الفتلة وهي طالعة من المكوك او من بيت المكوك بالشكل ده، لو هي ما بتنزلش ده معناه انه انا مزودة الشد قوي فالخيط ما بيتحركش، وهبدأ ان انا افك المسمار سنة بسيطة وهرجع اعمل تاني، امسك الخيط واسيب البوبين كيس تنزل، لو هي بتنزل بصعوبة او ببطء ده برضو مش هيكون وضع مناسب، فهبدأ ان انا افك المسمار سنة كمان وهجرب تاني، امسك الخيط
وهلاقي بيت المكوك بينزل بسهولة. ده نتيجة ان المكوك جوه بيت المكوك بيتحرك بسهولة، والخيط بيطلع عليه شد مظبوط، فبيبتدي بيت المكوك ينزل بالطريقة دي. اول لما اوصل للمرحلة دي اعرف انه الشد ده مناسب للخيط اللي موجود جوه المكوك. الستيتش لينس ريجوليتور وهو الديفايس المسؤول عن تحديد طول الغرزة، هتلاقوه زي القرص موجود في جسم المكنة، مترقم من 1 لـ10. الترقيم بتاعه بيريفير 2 مليمترز، يعني لو انا وقفت الريجوليتور ده على 1، ده معناه انه هيديني غرزة طولها 1 مليمتر. لو انا وقفتها على 4، ده معناها ان انا هعمل غرزة طولها 4 مليمترز، وهكذا. لو احنا جربنا في قطعة من القماش وجربنا أطوال مختلفة، هنلاقي زي ما انتم شايفين عند رقم 1 الغرزة هنا ضيقة جدا، ولما بدأنا نجربها في مقاسات أكبر ادتني طول غرزة أطول. عادة لما بنكون بنخيط أقمشة سميكة بنستخدم طول غرزة أطول. الريفرس بوتون وهو زرار موجود في مكنة الخياطة بيبقى عليه سهم راجع كده بالشكل ده، بستخدمه في تثبيت الخياطة، يعني لما اجي ابتدي اخيط بعمل غرزتين ثلاثة لقدام بشغل المكنة عادي بالطريقة العادية، وبعدين بدوس على الزرار ده، فهيسبب ان المكنة تمشي في الاتجاه العكسي برضو لمدة غرزتين ثلاثة، وبعدين اشيل صباعي من على الزرار الاقي المكنة ترجع تشتغل تاني خياطة بطريقة طبيعية. بعمل امتى التثبيت بتاع الخياطة؟ يفضل ان انا اعملها في بداية ونهاية كل خط خياطة. الفوت بيدل او دواس القدم، وهو ده اللي بيشغل المكنة. طبعا ده بيداس عليه عن طريق الرجل وبيبقى طالع منه سلك، والسلك ليه طرفين، الطرف الاولاني هو بيتوصل بالتيار الكهربائي والطرف التاني بيتوصل بجسم المكنة عشان يوصل لها التيار الكهربائي. البيدل ده بيكون حساس جدا للضغط، كل ما ضغطت عليه بالراحة كل ما المكنة مشيت او اشتغلت بصورة ابطأ، وكل ما زودت الضغط عليه كل ما كانت المكنة أسرع.